شاركت الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الاجتماع 13 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، والتي عقد عن بعد صباح اليوم بمشاركة ممثلين عن مجالس الشورى والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بتنظيم من السلطة التشريعية بمملكة البحرين. للحديث حول هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف سعادة السيد صباح سالم الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعب المشارك في الاجتماع. بعد التحية سعادة العضو، ما هي أهم الموضوعات التي تم بحثها خلال الاجتماع؟ الله يسعد مساك بكل خير وشكرا على الاستضافة. عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية اجتماعها 13 هذا الصباح عبر الاتصال المرئي ومشاركة ممثلين من مجالس التشريعية الخليجية وممثلين من الأمانة العامة لمجالس التعاون. وقد تمت مناقشة عدة مواضيع وتمت الموافقة على بعض منها، كان أهمها محور الاستفادة من التجارب الناجحة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال استخدام الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية لمنظومة التشريعات الإدارية الداعمة لتقنيات التعليم عن بعد في دول مجلس التعاون. وكذلك ما يتعلق بالتشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مقترح متعلق بالسياسات الخليجية المشتركة تجاه دعم متطلبات فئة الشباب علميا وماليا والأخذ بأيديهم للنهوض بقطاع ريادة الأعمال. وسوف يكون بإذن الله هناك اجتماع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الشورى والنواب والوطني والأمة يوم الاثنين القادم من موافق 23، وتمت مناقشة جدول أعمالهم كذلك. نعم سعادة السيد صباح الدوسري، عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعب، شكرا جزيلا لك.